الفنان الكبير، وعلشان كده زي ما ذكرنا هنتكلم عن مبادرة الفنان عبد الرحمن عبد الله وصاحب المبادرة داخل الاستوديو دكتور أنور أحمد عثمان، هو باحث وأستاذ في علم الفلك وصاحب مبادرة الفنان عبد الرحمن عبد الله. أهلا ومرحبا بك دكتور أنور، وصباح الخير عليك. صباح النور. كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. وابن أحمد الله يسلمكم، الله يبارك فيك. الله يسلمك. جميل إنه ننقل ذات الإحساس الجميل بتاعك انت يا دكتور، سواء كان اللي بتبثه لنا من خلال الحياه العاديه، انه ينتقل كمان بردا وسلاما على فنان الجميل عبد الرحمن عبد الله، لانه عارفين فتره المرض بتحتاج لطاقه كبيره جدا جباره، حتى الدعم المعنوي هو مفيد جدا، لانه تكريم الفنان على ارض على ارض البسيطه هو الممكن، يعني دائما احنا بنكرم الفنانين بعد يرحلوا من الدنيا، ما معنى هذا التكريم انه يكون تكريم مادي، لكن التكريم المعنوي هو اجمل وانبل. نتكلم شويه عن المبادره دي، جاتك الفكره كيف يعني؟ هو اساسا نحن قبل كده عملنا مبادره ل ابو عبيده حسن شولمانوت. ايوه وشولمانوت، ايوه بالضبط. والحقيقه هي كانت اهتمامي بهذه الاشياء اساسا، يعني هم كديل فنانين وطربونا وقدموا نوع من الابداع والفن الاصيل الجميل القديم، يعني نحن طبعا من الجيل القديم يعني. وفي نفس الوقت هو اساسا انا اخي شقيقي صلاح احمد عثمان زوربا، اول خريجي معهد الموسيقى والمسرح، ورجل عازف واستاذ موسيقى، وعندنا ارتباط كبير جدا بهؤلاء الفنانين المبدعين، سواء كان بيجوا في بيتنا نحن بيعزفوا بيسو او قريبين لنا، او يعني صلات بيننا. ثم ثانيا هو بالنسبه لعبد الرحمن عبد الله، عبد الرحمن هو الحقيقه صديق من بدري من السعوديه، كنا نحن مع بعض في نفس الوقت. ثاني حاجه عبد الرحمن انا المعلوميه هديت له احسن اجمل عود موجود في السودان اللي هو كان من البحرين، والعود ده مكتوب فيه اسمي برضه، وانا الحقيقه احترمه جدا واحبه واقدره. هذه المبادره اللي سامه بيقول بانه انا بادرت، لانه هي مبادره لكل الشعب السوداني تقريبا يعني، وانا بمثل هذا الشعب الاصيل اللي انا افتخر بانه انتم ليه، ولو ما كنت من ناس ديل وزلي واسفاي ما كنت سوداني. وبدت الحقيقه المبادره من الاخ ابراهيم بخيت، كان اتصل بي وقال لي اتصل بعبد الرحمن عبد الله ومع ابراهيم بخيت، وبرضه اتصلنا سوا، وجدنا انه كان المبادره بس بسيطه، هي انه هو محتاج لكرسي ومحتاج لمقعد بس فقط، ليس الا بدت كده، بدت كده، وقلنا الموضوع يكون سريا احتراما لمكانه هذا الشخص الرجل الراقي الفنان المبدع. ولكن بعد تكلمنا معه ومشينا له لقى الموضوع اكبر من كده كثير، لانه فيه مواضيع بتاعت بيت ومواضيع كده ومواضيع اشياء ومواضيع طويله، لكن موضوع الكرسي وموضوع المشايه اتصلنا بالاخ الرشيد الوكيل وزاره الثقافه، وقال خالص على طول بيجي في نفس الوقت، بس اجيبه الفاتوره وخلاص اجهزها يعني. فاثناء ما كده نحن نتناول لقينا الموضوع اكبر، والمساله محتاج لناحيه دعم مادي كبير. فأنا نشرت الموضوع في الفيسبوك الحقيقة كبادرة زي ما عملنا لأبو عبيدة حسن بالضبط يعني، وشولمانوت برضو كمان، وشولمانوت ما أنا المبادر لكن أنا كنت مساعد في المبادرة، وديل برضو كمان ساعدوني برضو في أبو عبيدة حسن كثير، زي الفنان حسن وكثير يعني منهم. المهم بعد ذاك ابتدينا، اتصلت بي فاطمة الصادق، فاطمة الصادق اللي هي من قناة الهلال، قالت لي انه الكاردينال اشرف الكاردينال حيتكفل بكل شيء. ثم ابتدت الاتصالات من الداخل والخارج بكميات مهولة جدا. بعد مشينا لقيت تجاوب كبير، تجاوب كبير من الداخل والخارج، حتى اتصلوا بي من المانيا، استراليا، السعودية كثير جدا، الامارات، البحرين، كله يعني كمية خيالية بالاتصالات بالتلفون لي مباشرة. فالمهم مشينا جلسنا وجا الكاردينال مشكور. هو المسألة بتاعت عبد الرحمن، هو ما الناس بتفهم غلط، هو مش مطرود من البيت، لا، هو موضوع العمارة هي اشتراها شخص ثاني، وهو داري ينظم هذه العمارة وداري يبنيها من جديد وداري كده بس، وهو طلب يعني رجاء بأنه ينتقل لمكان آخر. وجبت عن المخابرات برضو، جبت عن الأمن عشان الزول يذكر يعني الحقائق كلها. والأخ أبو عبيد البقاري برضو كمان كان مواصل معانا مواصلة قوية جدا باتصاله بالرشيد وكيل الوزارة وكده. المهم تبرع الكاردينال بأنه هو اللي جار لي منذ السنة في شقة أخرى،
وعلاجه بالكامل. يا سلام. في مصر تكاليف العلاج والسفر والتذاكر والكده والإقامة وكل شيء الأدوية. ده أشرف الكاردينال. ثم توالت الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم بتاع الأشياء اللي هي العينية. يحتاج ليها العينية. نعم، إحنا نعرف ذات احتياجاته حاليا، شنو احتياجات الفنان عبد الرحمن؟ يعني غير المنزل الآن يمكن المشكلة حلت، وموضوع السفر والعلاج بس بيكون انتهت. نعم، موضوع الكرسي والمشاية اتصل بي النحات موسى هارون، قال اشترى في الامارات كرسي ونايم باحدث الاطارات. ناس وزاره الثقافه قالوا ما في مشكله نحن نجيبها. جمال الوالي برضو المريخ برضو قال نحن ما مش ناس وزاره الثقافه والاعلام ما في مشكله. وللمعلومه المعتمد برضو كمان محافظ الخرطوم جاء برضو كمان تبرع وكذا، وعادل سيد احمد برضو جاء وتبرع باشياء كثيره. جميل. الصحفي والاعلامي، الناس كلها تجاوبت. بعدين ناس بارة برضو اتصلوا بي. يا سلام. على اساس انه هم عندهم مبادره كبيره جدا، وعلى اساس انه هم عندهم دعم كبير. بالنسبه له السكن تقريبا، هو المشكله بتاعت عبد الرحمن مش مشكله انه ينتقي، مشكله العلاج دي طبعا لازم مهمه اساسيه، لانه موضوع الغضروف وموضوع البروستات دي لازم، يعني احتياجاته الحاليه علاجات. علاجات لا، ايوه علاجات، اللي هو اشرف الكاردينال قال هو انه على اساس انه يتكفل بها. ثاني هو لازم يشوف سكن ثابت زي ما كان عملنا لابو عبيده حسن، بانه اشتروا له بيت الناس الداعمين، نفس القصه على اساس انه يكون عنده حاجه ثابته، ودي تكفلوا بها ناس الامن وناس كده على اساس انه ممكن هم يعملوا له هذا المساله. دكتور انور، يعني ده يعني عبد الرحمن عبد المنشوف، فنانين كثر في السودان هم وضعهم المادي كان افضل، ويدل على انه الفنان عبد الله دائما كان بيسعى لتوصيل رساله الفن في ابهى تجلياته، يعني ما نظر شديد للجانب المادي. وفي ذكريات كثيره جدا وناس من ابناء جيله بيحكوا عن هو كان بيحيي حفلات مرات بتكون مجانيه وما بينظر للعائد المادي. صح. لكن لو تكلمنا عن كل هذه المبادره والمعينات الممكن تجي من الداخل والخارج، هل في شركاء معينين للداعمين ايضا بيشاهدون عبر صباح الشروق؟ هل في حساب بنكي، ارقام، تلفونات؟ بعد نحكي عن الشركاء في المبادره. أيوة الان أيوة، يعني. ايوه فهمت. شوف، هو كان في ناس زي ما كان حصل لي انا، اللي هي كان الما جميله الغلطه الاولى في ابو عبيده وفي شول منوت، انه كان في ناس بيرسلوا لي انا ودي ما كانت جيده، انا افتكرها في حقي. وعلى ناس صح انا بودي الفلوس، لكن امشي اطلع الفلوس ثاني واوديها ثاني واحسبها واشياء تكون مباشره. ايوه بكون بقول لهم مباشره تمشوا له او ده تلفونه على اساس تودعوا شيء. مع ملاحظه قبل ما انسى، انا عندنا هسه 5 فنانين في الطريق. فايف. وين دور الفنانين؟ 5 فنانين هسه على الاسبوع الجاي، انا ما دار اذكر اسماء. عندنا فنان في حاله، رجل قامه ورجل فنان 5 نجوم ودرجه اولى في حاله صعبه جدا. وعندنا فنانه كمان هي مشارفه حتى على العمى هسه حاليا. ولازم نمشي لها. يعني جميل. وعندنا برضه كمان تعبان جدا. عندنا 5 على اساس انه نحن نبدا من الاسبوع الجاي نمشي نشوف احتياجاتهم شنو. عبد القادر سالم جه في جلستنا بتاع. ايوه يعني الزملاء في الوسط الفني وين المبادره؟ سالت انا عبد القادر سالم بحكم انه هو من اتحاد المهن الموسيقيه الفنيه وكذا. عبد القادر سالم رجل مثقف، رجل دكتور، رجل مسائل، رجل عالم، ووراني بانه قبل كده عملوا مبادرات وهم مواصلين طوالي، يعني تقريبا اسبوعيا مع عبد الرحمن، ما كل ما يمكن انه يعملوا له وقاعدين يعملوا برضه بطريقه مبسطه بدون هي نشر ليها، وانه قبل كده عملوا لهم مبادرات. طيب جميل. بالصورة دي يا دكتور انور عباس، عشان الزمن ما يسرقنا. ايوه ايوه جدا. دقائق معدوده، خلينا نتكلم عن هل في حسابات بنكيه معينه او ارقام تلفونات ممكن تنهى المتبرعين ومحبي الفنان عبد الرحمن عبد الله يعني على الهواء الان؟ ايوه لا مباشره معه. ما انا عندي تليفون. العايز يتواصل تواصل وين يعني؟ العايز يتواصل انا عملت في الفيسبوك بانه في صفحتي، وانا ممكن اديهم تليفونه. وهو ساكن حس، عشان اشرح، هو ساكن في شارع الزبير في المهندسين، شارع الزبير امام سوبر ماركت او بقاله الحرمين. واضحه جدا. بس بيته هناك طوال مواجهه. اللي عايز ممكن يمشي له مباشره. يمشي له مباشره. اتواصل معك انت عبر صفحتك او يتواصل معي عبر صفحتي بالرقم بتاعي. دكتور انور، يعني المبادره جميله جدا والفنان يستحق، وكثير من الفنانين في بلادي قدموا، يعني ما قدموا من اغنيات جميله، تغنوا للوطن بصوره جميله واطربوا الشعب السوداني، بيستحق ان احنا نقف معاهم. صحيح. نتمنى انه برضه الزملاء في الوسط الفني يكونوا حاضرين في مثل هذه المبادرات، لانه هو بيستحق باعتباره هو نموذج يحتذى به في الوسط الفني. احنا مقدرين جدا
كل الاضاءات اللي قدمتها لي من خلال صباح الشروق، وان شاء الله نمتد في هذه السيرة العاطلة للفنان عبد الرحمن عبد الله حتى يتماثل للعافية بإذن تعالى. للأسف وقتنا خلص معك، إحنا نلتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة دكتور أنور محمد عثمان. الحديث عن الفلك عثمان بصورة مختلفة، صحيح كان في ظاهرة فلكية 21 لكن نتحدث عنها إن شاء الله بصورة أوسع وأعمق. ولازم دي مهمة بالنسبة للناس نتحدث عنها في مقبل الأيام إن شاء الله. كتر خيرك جدا دكتور شكرا أنور. شكرا لكم انتم وكتر خيركم انتم. شكرا. شكرا دكتور أنور محمد عثمان باحث وأستاذ علم الفلك وصاحب مبادرة الفنان عبد الرحمن عبد الله على هذه المساحة. شكرا جميلا لك. شكرا.